يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن إسقاط المرأة للجنين هو من الجن والشياطين؟ نعم، قد تؤثر الشياطين، تضرب بطن المرأة أو تسبب سقوط الجنين. إذا خافت المرأة، إذا خافت من الشياطين فإنهم يضرونها، قد يسقطون حملها أو يقتلونه إذا خافت منهم. أما إذا توكلت على الله، اعتمدت على الله، استعاذت بالله من الشياطين، فإنهم لن يضروها ولن يضروا حملها. نعم.